تدري مو معنى ذلك. قبل مدة كلمني صديقي هو بيشتغل مدير تلفزيون، بقول لي كيفك، هو حبيبي وصديقي، بقول لي عندي طلب. قلت له شو؟ قال لي بالله عليك لا تطلع لايف. قلت له ليه؟ قال لا تطلع، البس وترتك، عقالك، اجلس، نظارتك كذا، واطلع لايف، حافظ على الكاركتر، الكاريزما، الكاركتر، لا الكاركتر يعني شوف لك كذا رجل دين. قلت له النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس كأبي لهب. قلت له النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس مثل أبو جهل وأبو لهب، نفس لباسهم. ترى الدين مو باللباس، ترى أغلب الرايات السود اللي أنت تعرفهم باللاذن وشلته وربع يلبسون هذا اللباس. هل توافقهم بالفكر؟ اللي يريد يوافقني لأني ألبس مثله ما يوافقني، ما يسمع لي أبدا، لا يسمع لي. اللي يسمعني بالعقل أنا هذا اللي أريده، أما اللي يتبعني لأني ألبس كرجل دين ما أريده. فتخيل حتى الإعلام يريد رسم كاركتر معين لرجل الدين، حتى الإعلام. بمعنى أنت لما تشوف واحد لابس بدلة ويتكلم في الدين ما تتقبله. حنا في دول الخليج أنت عارف صح ولا لا فواز؟ بالضبط. لما يلبس بدلة وقراف ويتكلم في الدين ما تتقبل منه نصيحة، ما تتقبل منه نصيحة، يقول لك روح البس وترى وعقال بعدين تكلم. ليه؟ تخلف. من متى الدين يعنى باللباس؟ طالما هو ساتر نفسه ويلبس اللباس التقليدي الوطني اسمع عقله، ولا غدا ما بسمع للشيخ المغربي، لان للعالم المغربي، لانه يلبس غير لباس العالم الخليجي، غير يلبس عالم بلاد الشام، غير عالم الازهر. فتخيل حتى هم في المعلومات الدينيه لابد ان ينظروا للباس اولا ثم لمعلوماتك. رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابليس لما جاء ابو هريره قال اقرا ايه الكرسي لا اقربك تلك الليله، النبي صلى الله عليه وسلم نظر للكلام قال صدق وهو كذوب، نظر للكلمه لم ينظر لابليس، اخذ المعلومه على قولتهم، اخذ الخلاصه. ايه نعم. بالضبط بالضبط. فللاسف يعني احنا انا بالنسبه لي محتاجين 200 300 سنه حتى الجيل يعي ما معنى دين محمد عليه الصلاه والسلام بالنسبه لي، لان طالما يوجد رجال دين ما زالوا يحافظون على، مش يحافظون، يقلدون بالفتوى وباللباس حتى بالمنطق. اسمع اي رجل دين، افتح تلفزيون اي برنامج فتاوى، اي برنامج فتاوى، تجدهم نفس الديباجة حتى في الكلام،